يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا اجتمعت صفات المنافق الثلاثة في شخص هل يصل به إلى النفاق الأكبر؟ وما التوجيه في حديث ما اجتمعت في شخص إلا كان منافقا خالصا؟ ليس المعنى أنه يكون منافق النفاق الأكبر، لكن يكون منافق النفاق العملي ويكون أغلب، لأن النفاق العملي يختلف أيضا، منه نفاق عملي يسير ومنه نفاق كثير، وإذا تعاظم في الشخص ربما يجره إلى النفاق الأكبر، ربما يجره ذلك إلى النفاق الأكبر. فالنفاق لا خير فيه سواء أكبر أو أصغر، ولا يتساهل فيه. فإذا سمعت هذا من النفاق الأصغر فلا تتساهل فيه، أولا لأنه نفاق، وثانيا أنه قد يجر إلى النفاق الأكبر. نعم.